بسم الله الرحمن الرحيم. يا أبناء ساقية الدير وساقية الزيت والعامرة وجبنيانة والحنشة ومنزل شاكر وبير علي وجزيرة قرقنة، أيها التونسيون أيتها التونسيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخاطبكم فيصل العش، رئيس قائمة حزب الإصلاح والتنمية دائرة صفاقس واحد وشعارها الانتخابي المفتاح. حقيقة ثلاثة دقائق ما تكفيش باش نحكيو على مشاكل صفاقس ومشاغلها. صفاقس عاشت عشرات السنين من التهميش والإقصاء. صفاقس ما زالت تعاني من أزمة بيئية خطيرة وفقر متعمد في البنية التحتية، الشيء اللي خلى حركتها الاقتصادية تتشل وما عادش جذابة للاستثمار بالرغم من مواردها البشرية النوعية وموقعها الاستراتيجي. والحكومات اللي جات بعد الثورة ما نجمتش ولا ما حبتش تلقى حل جذري لهذه المسألة، واتبعت نفس السياسات القديمة وبنفس الآليات زادت عقدة الأزمة وخلات صفاقسية في حيرة. إيش نوع الحل؟ شنو تنجموا تقدمونا يا حزب الإصلاح والتنمية يا جماعة المفتاح؟ بصراحة بدون لف ولا دوران، نكذبوا عليكم كان نقول لكم عندنا حلول للمشاكل الكل، نكذبوا عليكم كان نقول لكم صفاقس مش رجعوها جنة في ظرف 5 سنوات. أما نتعهد أمام الله وأمامكم باش نكونوا رجع الصدى نتاع صرخاتكم، نعمل المستحيل باش نوصلوا مطالبكم وندافعوا على مصالحكم للأخر. نتعهدوا أمام الله وأمامكم باش صفاقس نحطوها ما بين عينينا، ما ننساوش الناس اللي انتخبتنا وما سكروش تليفوناتنا في وجوههم، وما نغيبوش على المجلس كيما برشا النواب التأسيسي. وإحنا اخترنا المفتاح كشعار الحملة الانتخابية لأن نحب نحلوا دوسيات تسكرت بعد الثورة نتيجة سياسة الأيادي المرتعشة. بالمفتاح نحب نحلوا ملف الفساد في جميع المجالات. بالمفتاح نحب نحلوا ملف الثروات الوطنية، ونحلوا ملف النقل والتنقل والصحة والتعليم، ونلوجوا على حلول تنطلق من إمكانياتنا وما نبيعوش بلادنا للبراني. بالمفتاح نحلوا ملف فلاحة البر والبحر، نشوفوا حل كيفاش نحافظوا على الزيتونة والزلوزة وكعيبة المرجان والقرنيطة. وبالمفتاح نحلوا ملف البيئي نتاع صفاقس وملف التغيرات المناخية اللي بدأت تظهر نتائجها في ساقية الدائر وفي قرقنة وفي بلايص أخرى. وبالمفتاح راهو ما نحلوش كهو أما نسكروا، نحبوا نسكروا نهائيا ملف الحجرة والفرقة بين التوانسة. بالمفتاح نسكروا اللعب نهائيا على سياسة التهميش والإقصاء. يا تونسي، المفتاح بين يديك، إذا كانت تحب تزحزح الأمور وتحسن الأحوال انتخب حزب الإصلاح، انتخب قائمة المفتاح. ربي إن شاء الله يفتح علينا جميعا ويجمع التوانسة على قلب واحد باش يسكروا الباب نهائيا أمام الاستبداد والفساد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.